عدنا الى اولاد كلاس حتى يكشي لسبعه متاع الليل، الوقت يجري لما حاله. سفيان ذكروا بنتيجه هي 300 نقطه لفريق حي التعمير و400 نقطه لفريق الغزالي. نذكروا مدرسه الغزالي ومدرسه حي التعمير هما اللي شاركوا معنا اليوم في النهار الاول من اولاد كلاس، ونمر الى المحور الخامس. خدم مخك. خدم مخك. تخدم مخك. سؤال الذكاء. هذا في ساعه جاوبوني عليه وفيه برشا ذكاء، ونعرفكم ان عندي ثقه فيكم. يا جماعه نبداو بالفريق الاول. السؤال الاول في المحور الخامس، انا هو النهر اللي ما تجريش فيه المياه. انا هو النهر ما تجريش فيه المياه. مصطفى، بوشقره، زينب البريكي، ادم الهاتفي. الاحتمالات: نهر دجله، نهر الفرات، نهر الميسيسيبي، والا نهر المرسوم على الخريطه. هاي أنا هي الإجابة الصحيحة. نهر المرسوم على الخريطة. وتكح زادة. شي غني راجل. ها كيف هي؟ نهر المرسوم على الخريطة. النهر المرسوم على الخريطة. آخر كلمة. آخر كلمة. آخر كلمة سلفيج. صافي. الجواب الرابع هو النهر المرسوم على الخريطة. الإجابة الرابعة صحيحة. دونك يعطيكم الصحة. هاي ركزوا مليح، خطر فيها شوية، ما ديتيهاش في الأسئلة. الفريق الثاني، السؤال الثاني في المحور الخامس. كنزة. يا كنزة. حاضرة. اي. واحمد وياسين، شنو هو الشيء اللي يكتب وما يقراش؟ شنو هو الشيء اللي يكتب وما يقراش؟ الكتاب، الكراسة، القلم، المسطرة. القلم. كيفاه؟ شنو هو اللي يكتب وما يقراش؟ القلم. اخر كلمه. اخر كلمه. لا ونقصت عليه قصه عربي. اخر كلمه سيد مخش. اخر كلمه. وسفيت تعطينا الاجابه الصحيحه. الجواب الصحيح هو القلم. الاجابه صحيحه. القلم. بون ريبونس. نمشي للسؤال الثاني الفريق الاول المحور الخامس. مصطفى. نعم. السؤال الثاني، عدد الصلوات المفروضة على المسلمين. عدد الصلوات المفروضة على المسلمين هما 4، 5، 6 وإلا 7؟ 5. متأكد من الإجابة؟ آخر كلمة. قص علي وقص عارف. آخر كلمة سيد المخرج. ما نهدروش برشا احنا مع الحكاية هذي. الإجابة صافية. الجواب صحيح، هما 5 صلوات. 5 صلوات، دونك إجابة صحيحة. نمشيو للفريق الثاني. والسؤال الثاني في المحور الخامس. هاي كنزة. كنزة وأحمد وياسين، شنو الشيء اللي اسمه وشكله على لونه؟ شنو الشيء اللي اسمه وشكله على لونه؟ الجزر، البيض، التفاح، الخبز. البيض. هو كيفيه البيض؟ كيفيه شكله واسمه على لون؟ شكله بيضاوي، لونه ابيض، واسمه بيض. اخر كلمه. اخر كلمه. اخر كلمه سيد المخرج. صافي متفقده. ها صحيح على ريبونس. صحيح على ريبونس. باه نختموا بالمحور الاخير اللي هو محور الكونتينا. الكونتينا. تعرفوا الكونتينا ولا؟ شنو الكونتينا؟ الكونتينا. الكونتينا اي شنو هي؟ اللي ياكلوا فيها في المدرسة. اعطيكم الصحة. باهي ماكلة في المدرسة ولا؟ لا. مش ماكلة في المدرسة. تاكلوش في المدرسة؟ مش برشا. مش برشا. باهي. هاي الفريق الأول، السؤال الأول في المحور الخامس، شنو هي أكثر غلة اللي فيها فيتامين سي؟ مصطفى. العنب، البرتقال، الموز، أو الإجاس؟ البرتقال. تحب البردان انت؟ ايه. فيه فيتامين سي؟ بها؟ ايه. بجد؟ اخر كلمة؟ اخر كلمة. ها؟ ما سمعتش. اخر كلمة. علي. اخر كلمة. اخر كلمة سيد المخرج. شنو هذا؟ الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. ماهي. السؤال السؤال الثاني في المحور السؤال الاول الفريق الثاني في المحور السادس.
أكثر دولة في العالم تنتج الموز؟ الموز بنان. أكثر دولة في العالم تنتج الموز؟ مصر، الإمارات، الهند، روسيا. هيا كنزة مدرسة الغزال. هيا تشاوروا تشاوروا مسالش. السؤال، أكثر دولة في العالم تنتج الموز؟ مصر، الإمارات، الهند، ولا روسيا؟ هاي هاي برشا مشاورات، برشا مشاورات في الأثناء هذية. سيه سيه، وفي الوقت راهو في الوقت. هاي نعمل جوكير. نعم نعمل جوكير. جوكير آخر كلمة. أي سيد المخر، جوكير شنو تحب في جوكير؟ نحذف إجابتين ولا بدل السؤال؟ الاستعانة. الاستعانة مشكون؟ نور. بوليد. شكون وليد؟ الولي. الولي باه. شنو تطلبوه الولي؟ ترى نشوفوه يهز ولا ما يهزش؟ ساعة دقيقة نشوفوه يهز ولا ما يهزش. قاعد نطلب فيه ديجا الولي يهز ولا ما يهزش. ترى نستنى شوية لحظات ما يسالش. كان ما هزش باش نسحقوا جوكير اخر. جوكير الاخرين نجموا نحذفوا اجابتين والا تغيير سؤال. ترى ما يهزش. ما يهزش جوكير واحد اخر كان تحب. نبدل السؤال. نبدلوا السؤال سيد المخرج. نبدلوا السؤال. السؤال بتاع جوكير، أول ولاية تنتج التمور التونسية أو السيدة متفقدة مسالش كان تعاوني مسالش. لا السؤال جوكير يقول هي غلة في تونس نعيطولها سلطان الغلة، أنهي منهم؟ الإجاز، البرتقال، العنب ولا الهندي؟ الهندي. نعود السؤال مسالش. هي غلة في تونس نقولوا عليها سلطان الغلة. الإجابة الأولى الأجاص، الثانية البرتقال، الثالثة العنب ولا الرابعة الهندي؟ الهندي. يعني الغلة اللي فيها أكثر سك ولا سلطان الغلة ولا أي؟ الهندي. الهندي. أي. آخر كلمة. آخر كلمة. آخر كلمة. ليد مخش. الإجابة. جواب صحيح. الإجابة صحيحة ولا يعطيكم الصحة. نكملوا. نكملوا مع الفريق الأول. سؤال الثاني في المحور السادس، أنا هي الغلة اللي فيها أكثر سكريات سيد مصطفى؟ المدالينا، الكرموس، البنان أو التفاح؟ الغلة اللي فيها أكثر سكريات. كرموس. آخر كلمة. آخر كلمة اللي هو بالعربية شنية؟ التين. التين هي فيها أكثر سكريات. جواب صحيح. لا بون ريبونس. لا بون ريبونس. ولا باه. نكملوا بالسؤال الأخير في المحور الأخير مع حي التعمير. لا حي الغزالي ولا كنزة الويد. باه. أول ولاية تنتج التمور التونسية، قبلي، تطاوين، جابس وإلا نفط؟ مسموح جوكير. انتم عملتوا جوكير ولا لعبتوا جوكير؟ دونك تنجموا تلعبوا جوكير. متفقد عليك نقطة نظام؟ نستعملوا جوكير نتاع الفريق الأول مادامنا الفريق الثاني. خاطر خذينا الجوكير نتاع الفريق الثاني. ما يسالش بعدك تعطينا الجوكير أنت سؤال جوكير. تستعملوا جوكير؟ لا. سي مصطفى تستعمل جوكير ولا؟ ليش؟ بدل السؤال ولا تحذف إجابتين؟ تفضل سي مصطفى. اعطيني اجابه. اول ولايه تنتج التمور التونسي. نحن الاجابه. كنزه سامحني. اش فيني كنزه؟ لا يهديك مصطفى هبلتني ولا. هيا كنزه سامحني. هاي اول ولايه تنتج التمور التونسيه. قبل لي تتاوين جيبس ولا نفط؟ التمور.
قبل. آخر كلمة؟ آخر كلمة. آخر كلمة؟ آخر كلمة. آخر كلمة تاعي المخرج. دابا الريبونس شنو هي صافي؟ قبل لي والجواب صحيح، هي المنطقة الأولى اللي تنتج ما يقارب 60% من الإنتاج التونسي للتمور، وتجي بعدها الجريد أو ولاية توزر في المرتبة الثانية، ثم تأتي واحات أخرى أقل إنتاج بالولايات كيما قفصة وقابس وتطاوين. باهي، السيدة متفقدة كمان. قول لي كمان سيدة محاور نبيل. باهي، بعديك نشوفوا النتيجة. نعطيو النتيجة من بعد. بعد شوية نشوفوا النتيجة شكون الرابح، مدرسة الغزالي ولا مدرسة مدرسة حي التعمير، راجعين بعد الفصل.